ليلة في رمضان، ليلة 29 رمضان، آخر ليلة وترية يا شباب، آخر ليلة وترية في رمضان. والرسول عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في السبع الأواخر من رمضان، آخر ليلة وترية. فيها نص في البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام أمر إن احنا نتحرى ليلة القدر ونلتمس ليلة القدر. في هذه الليلة المباركة هنعمل إيه في هذه الليلة؟ وهنجتهد في العبادة قد إيه عشان نفوز في الليلة اللي بقرن من الزمان، صفقة القرن، قرن من الزمان يتحط في ميزانك في ليلة، في ليلة واحدة بس. تخيل لو انت القرن ده كل سنة فزت بيه، يعني ما لو ما قابلتش ربنا بس غير بالفوز بليلة القدر، ليلة ممكن تغير حياتك. العشر الأواخر كلنا حياتنا تغيرت فيهم تماما. عشر الأواخر دي صناعة بتنشئ فيك شخصية تانية. وقفتك مع القرآن واجتهادك في العبادة فيهم بيخليك بني آدم تاني بعد رمضان. عايزين نختم رمضان في كل خير. خلاص ساعات ورمضان هيروح من بين ايدينا، هنودع رمضان ازاي؟ وهنقتنص اخر ليله وتريه في رمضان يعني باجتهاد وعباده. شكلها ايه؟ عجلت اليك رب لترضى، طفق ممسحا، امسح اي حاجه من حياتك تعطلك عن العباده في هذه الليله المباركه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري: التمسوها في تاسعه تمضي. تاسعه تمضي يعني 29، يعني 29 رمضان. يعني النبي عليه السلام غير ان لو فلكيا 29 يوم رمضان او رمضان 29 يوم، الرسول عليه الصلاه والسلام قال التمسوها في اخر ليله من رمضان، انما السنه دي رمضان فلكيا 30 يوم يا جماعه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في تاسعه تمضي، التمسوها، التمسوا الليله اللي بقرن من الزمان. ساعات يا رجاله، ساعات وهتطلق الشياطين تاني، ساعات وكل حاجه هترجع زي ما كانت، وهي بترجع في المجاهده. وانت يعني واحد عامل زي فيلا جميله مش عارف يدخلها بسبب كلاب بوليسيه، حد مسك الكلاب كلب شاله، ساعات وهتطلق الكلاب تاني بقى، هيبقى طريق الجنه في شياطين بتحاول انها تصدك عنه. فيعني ماذا ستفعل؟ هتختم رمضان بايه؟ هتودع رمضان بايه؟ لو جالك ضيف واستقبلته بحفاوه وهو ماشي قلت له بقى شد الباب وراك، هتضيع جمال استقبال الحفاوه كلها والحفاوه اللي انت استقبلته بيها. زي ما استقبلنا رمضان بفرحه، عايزين نودع رمضان بفرحه. يعني سبحان الله، زمان مره جت ليله القدر، ليله 29 رمضان، الشمس طلعت بيضاء لا شعاع لها، وكنا معتكفين في مسجد السلام في المنصوره، وشاب من الشباب كان نايم طول الليل، نايم خلاص بقى ده ليله واخر ليله ورمضان ايامها كان سنتها كان فلكيا تقريبا 29 يوم يعني، فبقى خلاص بقى اخر ليله. اول ما طلع وشاف الشمس لطم بالتعبير كده من الصدمه المروعه اللي هو خدها لما اكتشف ان دي ممكن تكون فعلا واحتمال كبير جدا تبقى هي ليله القدر. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تجعل اخر عهدنا بالصيام رمضان ولا اخر عهدنا بالقيام رمضان. اللهم كما فتحت علينا في رمضان فافتح علينا بعد رمضان. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا اكرم الاكرمين، لا تخرجنا من رمضان الا وقد اعتقت من النار رقابنا وهديت قلوبنا وشرحت صدورنا وقويت في رضاك عزمنا، انك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم امين، اللهم امين.